هذه الطريقة على الحدود اللبنانية السورية لن تبقى سالكة وسهلة على شبكات الاتجار بالمخدرات وتهريبها في المنطقة، بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يضع استراتيجية أمريكية لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد. المشروع الملزم لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمه ديمقراطيون وجمهوريون، يقول إن الاتجار بالكابتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود ويضر بالأمن البشري في الشرق الأوسط. أما أبرز البنود التي تتضمنها الاستراتيجية الأمريكية فتكمن بتقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكابتاغون خلال عمليات تهريبها إلى السعودية والأردن. المشروع أيضا سيوظف نظام العقوبات بشكل فعال بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة للنظام السوري. لكن ما هي خريطة طريق مصانع المخدرات في سوريا ومن يديرها؟ هل الجنوب السوري هو المقر الرئيسي لتصنيع المخدرات تحت إشراف ميليشيا حزب الله وإيران والفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري؟ تحولت محافظتا درعا والقنيطرة إلى مركز لإرسال المخدرات تجاه الدول المجاورة للحدود السورية والخليج العربي. 50 معملا للمخدرات في سوريا يقع معظمها في مناطق نفوذ نظام الأسد، وفق دراسة لمركز جسور للدراسات.